بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد المحاضرة الثانية اللي هي الامبوتنشيا اكواني، ودي بتتكلم على جزء مهم قوي وهو الانابيليتي تو كوبيوليت. بمعنى هو طبعا مقسمة من قسمين، امبوتنشيا او اللي هي امبوتنس اللي هي عدم القدرة، وكواني اللي هو عدم القدرة على الكوبيوليشن او عدم القدرة على احداث ادخال للبينوس في الفاجينا. عشان نفهم الموضوع ده لازم الاول نتفرج على الميكانيزم بتاع الماونتنج بيحصل ازاي. زي ما شايفين الادي دوت اللي هو البول لما بيجي يعمل ماونتنج بيبتدي يحصل كالاتي، ان هو يبتدي، خلي بالكم اهو، هيبتدي يعمل فليمنج وبعد كده بينط. الماونتنج هنا معتمد على حاجه، معتمد على السكيلتون كله بتاع البول، بمعنى معتمد على الهايند كوارتر، ان دي اللي بيسند عليها الجسم كله، فمهما كان الوزن كبير او صغير لازم يسند عليها. رقم اتنين معتمد على الظهر، الباك، عضلات الباك لازم تكون سليمه جدا، فلو في عندي فيشر او في عندي مثلا تروما او في عندي اي مشكله من المشاكل دي هيحصل مشكله. وطبعا عضلات الفور ليمب، لان دي اللي بيعمل بيها الجامبنج، يعني اهو الجامبنج ده معتمد على بيعمل جامب، يعني الجامبنج او الماونتنج بيبتدي بي بوشنج من الفور ليمب، وبيعمل بعد كده بيسند على الهايند ليمب وبعد كده يعمل. فبالتالي هنا السكيلتون عندي مهم قوي. اي مشكله في الجوينت، في المسل، في الفور ليمب، في الهايند ليمب، في الباك، هتاثر، مش هتخلي البول باي شكل من الاشكال يحاول يعمل ماونتنج. الليجامنت بشكل عام، الهيب الستايفل، البيرسا والتندون، الفيرتبري، كل ده بيأثر. فلو احنا خدنا بعض الحالات، يعني على سبيل المثال ده في الايكوين، في عندي هنا سويلنج في الجوينت، طبعا زي ما احنا شايفين مش هيقدر يعمل ماونتنج، مش هيقدر يسند بجسمه بعد ما يعمل ماونتنج، مش هيقدر يسند على رجليه الورانيه. ده هنا عندي مشكله اهي في البدايات، طبعا عندي التواء والتشوه، فبالتالي مش هيعرف يعمل ماونتنج اللي هو البوشنج من قدام لورا. ده عندي بيرسا، دي بيرسا اوف دوجز برضو، لو هي فيها بين وفيها التهاب مش هيقدر برضو، نفس القصه. وبالتالي اي حاجه بتاثر على اللوكوموتور سيستم بتاع الحيوان، وات ايفر كان ايه هو الحيوان، هتاثر على الماونتنج، وبالتالي هتعمل لي امبوتنشيا كواني. العلاج بتاعها طبعا لازم سيكشوال ريست، لان الحاجات دي كلها سكيلتون، وبالتالي هشوفها بقى جراحيا. لو في حاجات هتعالج جراحيا هعالجها، لو حاجات هتاخد انتي انفلاماتوري مع شويه مضادات حيويه، لكن في كل الحالات ما ينفعش نستخدمه في الحالات دي. الحاجه الثانيه يبقى دي الجزء الاولاني اللي هو اللوكوموتور سيستم. الجزء الثاني اللي هو الافكشن بتاع الكوبيولاتوري سيستم نفسه. الكوبيولاتوري سيستم لو احنا خدنا على سبيل المثال في الرومينانت اللي هي زي البول والبافلو بول والكاو بول والحاجات دي كلها، في عندي البينوس لو في مشكله، البريفيوس نفسه، لو في عندي الريتراكتور بينوس ماسل، دي مهمين قوي، دول الثلاثه الاساسيين. الانابيليتي تو بروترود ذا بينوس، يعني مش قادر يطلع البينوس من البريفيوس نفسه، ده بنقول عليها فيموزيس. الفيموزيس هو ليه اسباب كتيره قوي، احنا هنتكلم عليها وهنتفرج على بعض الفيديوهات ليها. على سبيل المثال اندر ديفلوبمنت اوف سيجمويد فليكشر، يعني السيجمويد فليكشر اللي هي ماسكه البينوس بالبلفيك دي، لو هي قصيره، لو هي اندر ديفلوب مش هيقدر يطلع، فبالتالي لما يجي يحصل لها ريلاكسيشن عشان البينوس يطلع بره البريبيوس مش هيحصل، وبالتالي هيفضل موجود زي ما هو. في عندنا الابنورمال اتاتشمنت بتوين البينوس اند البريبيوتيال شيز، لو في عندي، خلي بالكم ممكن يكون في عندي كرونيك بلانوبوفايتس، يعني التهاب مزمن للبينوس مع البريبيوس، والاثنين حصل نتيجه الكرونيك انفلاميشن، حصل ادهيجن وفايبروزيس والحاجات دي كلها، فطبعا مش هيطلع، فدي ده سبب تاني. وفي عندي حاجه تانيه اسمها اللي هو البرزيستنت فرينيولوم. البرزيستنت فرينيولوم هو عباره عن فايبروس باند بتوين البينس والبريبيوس، ده بيبقى موجود لما يكون الحيوان عندي اندر ديفلوبمنت، لما يكبر ويخش في الماتيوريتي يبقى الفايبروس ده بيدوب لوحده مع تحت تاثير هرمون التستوستيرون، فلو انا موجود عندي مش هيطلع. الفايبروبيلوما تيومر، الانفلاميشن، الكرونيك انفلاميشن بشكل عام. على سبيل المثال هنا هديكم مثلا حاجه ظريفه جدا اللي هو الهيرينج دي من الحالات المشهوره قوي، بتبقى موجوده في كل الحيوانات تقريبا. دي هنا مثلا في حاله بول عندنا هنا لفه، بصوا عامله ستينوزس هنا وقافله وكمان عامله صديد، ففي انفلاميشن ما بين البينس والبريبيوس ما بالهير رينج دي، هو البرزيستنت فرينيولوم اللي قلنا عليه، اللي ده زي ما قلنا كده ده ديلي في البيوبرتي، وبالتالي لما بندي التستوستيرون بيبتدي يتعالج ويبقى كويس خالص. دي حاله تانية، نفس القصه هي او نفس الصوره هي ادي دوت
البرزيستنت فرينيولوم. البرولابس بتاع البريبيوس، برولابس اوف بريبيوس ده مثلا هنا في على سبيل المثال في كاتل او في بو، وده لجوه اللي هو اللاير اللي من جوه بتبتدي تطلع زي ما احنا شايفين اهي، ده كده بريبيوس، ده مش بينوس. يعني لو انت شفت مش هتلاقي ده بينوس، ده بريبيوس. وطبعا هنا بيعمل اورينيشن كمان طول ما هو طالع كده. هنا لو تلاحظ هتلاقي كان فيه هنا ده كان نتيجه تروما، انه البول ده اتداس عليه وهو نايم، فالحته دي وارمه، والبليدنج اللي جوه عمل بوشنج، عمل اوديما فطلع في جوت. الحاله دي في جوت، ادي الجوت اهو، ان الجلده دي اللي من قدام حتى مع الشكوى بتاعت دي كانت كلها بره. ده بريبيوس ده اللي هو شايف ده كل ده وارم. ايوه. طيب بص بقى، انا هقول لك احسن حاجه تعملها ايه. بص استنى لما نشوف ال دي كله كان بره، كل ده بيطلع صح. ولما يسيل برضه دي بتطلع. طبعا لو حبينا نفهم الحته دي، هو بيقول كلمه في بعض الالفاظ اللي هي من الفيلد، زي انه يسيل يعني بيعمل زي ماستربيشن كده، يعني بينزل السيمين لوحده. طبعا احنا شايفين هنا ده البريبيوس وده البينس هو طالع فده كله ده برضو اهو. انا كده طلعت، دوست عليه، طلعت البينس بالبريبيوس بروسيس، وادي البرولابس بريبيوس اللي احنا شفناها مع بعض. في عندنا حاجات تانية زي الوارتس اللي هو الفايبر بابلوما. الفايبر بابلوما احنا عارفين ده فايبر بابلوما فيروس، اللي هو بوفاين بابلوما فيروس. ده بيجي من انسكت، بيبقى فيه حشره، احد الطرق الانتقال. يعني بيعمل لي حاجه اسمها الوارتس. وارتس اللي هو تيومر كبير بيبقى عامل زي القرنبيطه، وده بيبقى موجود، طبعا بيبقى موجود بحجم صغير. المشكله انه لو كبر جوه البريبيوس لما يجي يطلع البينوس ما يطلعش، لانه بيسد بيقفل عليه وبالتالي ما يطلعش. فهنا عندنا ده ملخص صغير قوي في الحالات نعمل ايه. على سبيل المثال في حالات الكونجنيتال اندر ديفلوبمنت، يعني لو عندي السيجمويد فليكشر اندر ديفلوبد ومش ناميه، يبقى ده حيوان خلاص ما ينفعش، فده سلوتر للانيمال على طول ما ينفعش. لكن لو في عندنا باثولوجيكال ادهيجن بتوين البينوس اند البريبيوس، زي مثلا بنحط هنا طبعا بنستخدم انتسيبتيك سوليوشن وانتي بايوتيك، وبنستخدم حاجات اوينتمنت برضو بندخلها جوه. لو في عندي ادهيجن نتيجه الاماتيور اللي هي البرزيستنت فرينيلون، فبدي تستوستيرون انجكشن عشان يحصل كيروتينايزيشن، وبالتالي بيحصل بريكج للاكتوديرميك لاملي بتوين البينس اند البريبيوس. لو حصل عندي ستينوزيس اوف بريبيوس، بعمل سيرجيكال وايدنينج للاوبننج بتاعت البريبيوس، بفتحها بعمل سيرجيكال بحيث انه اطلعه. طبعا لو حاجه زي الهير رينج بقطعها، وبدي سكشن ريست من شهرين لثلاث شهور، وبعمل ترانسكتنج للبرزيستنت فرينيولوم. ده لو حبيت ادخله جراحيا، فلو ما نفعش بعد التستوستيرون ممكن اقطعه جراحيا. العكس بقى اللي هو الابيليتي اوف ويذدروينج ذا بينس، بمعنى ان البينس طلع عادي خالص، لكن وهو داخل حصل مشكله. يعني دي طبعا ليها اسباب كتير قوي، منها الاستينوزيس بتاع البريبيوس على سبيل المثال. برضو الهير رينج نفسها، الهير رينج اللي احنا قلنا انها ممكن تعمل فيموزيس، هي ممكن تعمل برا فيموزيس، بمعنى البينس يطلع والهير رينج يكون تدي له المساحه انه يطلع، لما يجي يدخل تقفل عليه. يبقى هنا عملت نفس القصه دي تاني، اللي هي الريفليكشن اوف هير او الريفليكشن اوف بروبرتي الهير، ان البريبيوس نفسه يخش يتحشر الشعر جوه. في عندنا الريتراكتور بينس ماسل، هنا الريتراكتور بينس ماسل انها تطلع وما تخشش، دي عندنا اسباب، مثلا باراليسيس زي الريبز، حالات الريبز، حالات اللي هو السعار، الحيوانات اللي عندها سعار بتلاقي البينس يطلع ما بيخشش تاني. نيورو ماسكولار باراليسيس، في عندنا ترانسكشن قطع واحنا بنعمل عمليه لحاجه. وطبعا الفايبر بلومة ممكن تكون صغيره، يجي يطلع البينس تيجي تخش تلاقيها اتحشرت مع البريبيوس فمش راضي يخش تاني. ده الوارتس اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفايبر بلومة، دي احد انواع الوارتس. الحاله دي ده بارافيموزس في دوجز. خلي بالكم في حالتين في الدوجز مشهورين قوي، حاجه اسمها البارافيموزس وحاجه اسمها البرايبيزم. هنشرح البرايبيزم ان هما الاثنين شبه بعض لكن مختلفين. الحاله دي كان نتيجه هير رينج، لو احنا شفناها كده مع بعض هنلاحظ انه ادي الحاله اهي، ده البينوس هنا. طبعا البينوس هنا مش بريتراكتور بينوس، ده هنا ماسكلو كافيرنس، فالدم بيتعمل، وده البالبس جلاند اللي هي موجوده بتبقى منفوخه. ده البينوس طلع، ده هنا بقى له تقريبا يوم وشويه، وكان فيه هنا هير رينج، يمكن بس اسف شلتها يعني ما لحقتش اصورها. فهنلاحظ هنا ادي البينس اهو، وطبعا هنا هنلاحظ ان في كمان ايه، يعني لو انتوا ركزتوا هتلاقي في هنا، بصوا بدايه يعني في اصابه هنا لو سبناها اكتر. خلي بالكوا البينس في الدوجز لو قعد 3 4 ايام ممكن يحصل له جنجرين، وبالتالي دي هنا طبعا هنا مليان، والرينج كانت قافله من تحت وبالتالي كانت عامله لنا مشكله. ده نتيجه انه طلع وهو داخل الهير اللي هنا ده اللي هو الهير الطويل اللي انتوا شايفينه ده، مع البروبيتيال شيس اتحشروا وبالتالي منعوا رجوع البينس مره ثانيه. بعد ما شلنا الهير
البينس على طول ابتدى يصغر في الحجم، وابتدى دخلنا الجلانس الاول دخلناه جوه، وبالتالي بقى جزء منه صغير جدا زي ما احنا شايفين اهو. وابتدينا نحط طبعا مراهم ومضادات حيويه والحاجات دي. وبعد كده عملنا بقى ايه حاجه سيرجيكال لطيفه جدا، فرغناه شويه، وبعدين رحنا شدينا البريبيوس، خدنا البريبيوس اللي هنا ده شديناه ورحنا مطلعينه فوق، ودخلنا البينس ورحنا مدينه غرزتين بحيث ان هو يقفل عليه عشان يحافظ عليه لحد ما يبتدي يصغر، ودينا ادويه عشان تعمل طبعا تقلل الايه الاريكشن وتصغر فيه الحجم.